في دري معكم نزار جينا فيديو جديد في قناة نزار ام جي وما تنساوش تسبسكرايب وتصل القناة الثانية نزار شوز. عندنا انبوكسين ريفيو ديال رازر كيو. دونك هذه ويب كام خاصة بستريمين وتا خاصة بالناس اللي كيحتاجوا دابا في لي كونفيرونس اكثر. يعني دابا مع الكوارنتين كاين لي كونفيرونس فيديو كاين لي كلاس كاين لي كور كاين بزاف الحاجات اللي كيحتاجوا الويب كام وهذه غتصلحكم مزيان. دونك كاينه في ستور هذه ماركو جيمر ستور بوان ا. دابا نجيو نشوفوا واش وصالحه لي صالحه لي بارامتر ديالها. المهم انبوكسين ريفيو يكون مكمول. صافي الشباب دعمونا الفيديو بحال دائما لايكي وكومونتي وسبسكرايب اللي بغيتو عملوا له. شوفوا الريفيو ده. اول حاجه بالنسبه للانبوكسين نحتاجو البوكس يس هي. ولكن ثاني حاجه نحتاجو النايف. اوكي هادو جوج الحاجات اللي نحتاجوهم بالنسبه للانبوكسين ديالنا. شنو عندنا بالنسبه للباكاجين؟ عندنا سميه كيو، عندنا كومباتي مع سبليت كاست مع لي لوجيسيال ديال برودكاست. عندنا هنا جوج الحاجات كيقول لك ان 720 بي سين سين اف بي اس ملتي ستيب، يعني كتقدر تبدل البارامتراج ديالها على حسب. المهم تبدا انفورماسيون سابل ما فيهاش شي تعقيدات كبيره. نشوفوا دابا منين نقدروا نفتحوها من هنا. هوب فوالا اي جميل جدا. هذا الانبوكسين هذه كيكون دائما انبوكسين ديال الايتيمز ديال الرايزر ديما كيكونوا مزيانين. البلاستيكه فيها الجيد دوتيليزاتور كابل والويب كام عندنا في جهه واحده. اوب 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 هير وي جو. واش مسطح مسطح وليدي ما كاينش اللعفات صراحه. كتبان واحد الكاميرا غريبه، ماشي بحال اي كاميرا اخرى، كتبان في شكل يا سلام. قعدنا هذا الرينغ، هذا الرينغ هو اللي كتختار به الضوء اللي كاين الفوق. دونك صار كميه ديال الضوء قليل صغير. عندنا الويب كام هي كتبان عاديه من هنا. لا اذا كان عندك شي ستاند بغيتي تعمل على شي ستاند ممكن. وهنا كتاجوستا يعني ملي كتعملها في هذا اذا عملتيها في ليكرون مثلا، هذه نقولوا يدي هي ليكرون غتعملها هيدا وغتزيرها هنا. هنا كتاجوستي على حسب انت الجهه اللي بغيتي فيها تكون. واذا عملتيها باغ اكزومبل على ستاند كتشدها بحال هيدا وكتاجوستي الاتجاه هذا ليمن شمال تحت. المهم داكشي مزاوي. دونك ما كنظنش شي حاجه صعيبه بالنسبه للانبوكسين. عندنا اليو اس بي، ها هو خضيدار اوف كورس. اليو اس بي عادي سامبل. دابا ندوزو لاهم حاجه، دونك مشينا الانبوكسين اللي سامبل ماشي شي حاجه صعيبه. غنشوفو دابا الريفيو. الريفيو غنتيستيو الكاميرا والكاليتي ديالها وتيستيوها مع اللوجيسيال ديال ستريمين. شوفو داكشي كيفاش غيكون. اوكي شباب من بعد ملي كتانستالي الويب كام كيو ديالك كيطلع لك البروغرام ديال ريزر. اذا كان عندك شي ايكيبمون اخر كيبانوا لك هنايا، ولكن قبل ما يبان لك الويب كام خصك تعمل ولا بده واحد الميزاجور اللي هي ديال ريزر سينابس. ملي كتبان الميزاجور بيان سور صافي قضيتي الغرض، عيط انستالي لك بكل سهوله. من بعد ما يطلع لك هنايا كما كتشوفوا هو الريزر كيو، اختار يخليك تلعب فيه في لي بارامتر كيما بغيتي. بالنسبه للويب كام اللايت ديالها خدام بلا لوجيسيال، يعني واخا ما يكونش عندك لوجيسيال تقدر تخدم الضو تشعل وتطفي. الاف بي اس ديالها مزيان كما كتشوفوا 720 بي 60 اف بي اس. اذا كنتوا كتقلبوا على ستريم كاليتي سرعه، اذا كنتوا كتقلبوا على اتش دي او لا غير على انكم تكريو فيديو تكريو به الكونتوني عملوا فول اتش دي ولكن ب 30 اف بي اس. كاين عندنا لي بارامتر هنا ابونسي البرايتنس الكونتراست، عندنا الكولور الوارم كول كول كيكون فيه شويه البروده والزرقيه، فاريا فيبرنت يعني كيكون شويه كولوري، وارم كيكون تقريبا عادي، والديفولت هو باراميتراج بار ديفو على حسب الكاميرا شنو اخترت. عندنا برايتنس كونتراست وساتوراسيون وتا الوايت بالانس في الباراميتراج العادي ديال الويب كام. يعني عندنا بزاف ديال الباراميتراج اللي تقدروا تلعبوا به. كيعطيك فرصه انه على حسب شنو ما عندك في السيت اب ديالك، يا الضو صفر يا الضو ابيض يا الضو احمر تقدر تعدل الكولور. ولافونتاج الثاني هو انه بما انه الضو ما عندكش بزاف في السيت اب تقدر تعاونك هذه اول حاجه بالشادوز، يعني كيبقاوش الشادوز في وجهك وكيبان الوجه ديالك كاليتي اكثر اذا بغيتي الناس يشوفوا الرياكشن ديالك ولا داكشي اللي كتعمل في ستريمين. عندوزو دابا نتيستيو المايك والفيديو كواليتي ديال هذا الويب كام. كما كتشوفوا دابا عاملين الويب كام الكاليتي ديالها كيما هي في الاكرون. هنا تطيح الضوء اوكي ها هي مغطي عليها. يعني الزوم بالنسبه للزوم شوفوا شحال الزوم عندها. اوب سبيد حتى الفوكس عندها سبيد يعني ما كيتعطلش بزاف.
بالنسبه للفوكس اللي فلت لكم ما يبقى خدام. نشوفوا لي زوبسيون، ما كنسجل دابا بالسكرين ديالي بالنسبه لهذه الكاميرا، هذه كتجذب الكاميرا عادي ديال الويندوز، ويندوز 10. شوفوا لي بارامتر اللي كاينه، عندنا برومو اذا بغيت تبدل في الباراميتراج حاجه بحاجه، عندنا الكارت الفوتوز هي هذه فول اتش دي، لا عندنا الاتش دي وليزا يعني ماشي شي كالتي واعره بالنسبه للتصاور. الفيديو عندنا مزيان، عندنا فول اتش دي 30 اف بي اس 720 بي 60 اف بي اس، كنصحكم بهذا الكاليتي هذه احسن بالنسبه للستريمز. اذا كنتي كتسجل ستريمز دخلها بهذا الكاليتي، واذا كنت كتسجل فيديو عادي دخلها بهذا فول اتش دي، دونك 1080 بي اذا كتسجل عادي و 720 بي اذا كتلعب في ستريم ولا شي حاجه، باش كتكون الاكشن ما كاينش واحد الضبابه في يدك، كيكون الاف بي اس طالع. كل ما كان الاف بي اس طالع كل ما كانت الاكشن مزيان. ثاني حاجه كنسجل دابا بالمايك ديال هاد الويب كام اللي هنايا، ما يكونش شي مايك اللي كاليتي بزاف، ولكن تقدروا ترقعوا به اذا كنتوا حاصلين بسبب المايك. صافي هادشي اللي كاين بكارتي الفيديو. دابا نشوفوها اكزاكت، يعني حيت دابا كنسجل من السكرين، كنسجل دابا من السكرين عند باش نعمل عنده وصول فريمون الكاليتي ديال الفيديو، عنده وصول كاليتي ديال الفيديو. دابا كاريكورد نحاولوا نلعبوا في لي بارامتر خليش، فوالا كنظن هيدا مزيان، ما ديوهاش على البيت مروم شويه. هيلو، ها هي سوني مسكينه هذه اللي كنسجل لكم بها، سوني ا 73. صافي هادشي اللي كاين، البوكس ها هي مسكينه، البوكس مرونه. كاليتي ديال الفيديو بالنسبه لنا هادي اش غنقول لكم، كتهضر عادي مزيانه كويب كام، يعني لافونتاج ديال هادي هو انه عندك الضوء. جينا نزولوا الضوء، دابا عامل زيرو ضوء كما كتشوفوا، عندي هنايا شويه الشادوز فين هنا، هنا عندي شويه الشادوز مضبه، شتي هنا مضويه وهنا الشادوز. نحاولوا نرجعوا الضوء ماكسيموم الضوء كما شفتوها، هنا بجوج مضويين. هذا لافونتاج الاول، يعني حتى الكاميرا ما كتعذبش، يعني عندك واحد لافونتاج ديال ديهم بجوج كتسجلوا. دونك حتى الاوديو ديالها غندوزو حنا بالاوديو ديال الويب كام باش تحسوا بالفرق اذا ما عرفتكم باغي تحتاجها وتصنت لها. الويب كامز معروفين ما كيكونوش عندهم كاليتي واعره، ولكن هذا هو المهم اللي كاين. صافي ندوزو للخاتمه. سالينا دابا الانبوكسين والريفيو ديال رايزر كيو. رايزر دابا ولاو كيعدلوا بزاف الحاجات من غير كلافيات وسوريات، وعندهم هذا الويب كام ناجحه بزاف، اكثريه بلي زيفي اللي عملوه بالنسبه للضوء، الضوء كيتحتاج بزاف. وكنظن بالنسبه للدراري اللي عندهم السيتوبات مظلمين هذه تنفعكم، تنفعكم حيت كتحسن من الكاليتي ديال الويب كام. الثمن اللي ماشي غالي بزاف، غتلقاوها في ماروكو جامر ستور بوان ا، ما حدو كاين ستوك. حيت دابا كاين جوج الاسئله اللي نجاوبكم عليها في هذا الاخر الفيديو، بالنسبه للتفاعل بالنسبه للشان. دونك التفاعل بالنسبه للشان هذاك خاص بالالغوريثم ديال اليوتيوب، يعني واخا نعدل الماكسيموم الكاليتي ديال الفيديوز، اذا ما دعمتوش نتوما لايكيتو وبارطاجيتو كذا يوتيوب ما كتنشرش الفيديو. ولكن هذا ما كيعنيش انني خصني نوقف الشان ونكري شان اخرى نعاود فيها كلشي، لا، هذه عتبقى خاصه بالجيمين والتك، والشان الثاني عتبقى نزار شوز خاصه بالبرامج اللي حلوين اللي من غير الجيمين. اوكي صافي، هادشي بالنسبه للاسئله ديال هاد الويب كام هادي. بالنسبه للشان ننصحكم بها في حالها في حال لوجيتك سي 920، ما انا كنظن هادي احسن من لوجيتك سي 920، هادشي اكثر اذا ما كانش عندك الضوء، اذا ما كانش عندك الضوء هادي غتصلح لك مزيان. صافي الشباب، فرعونا لايك سبسكرايب كومنت، بارطاجيو الفيديو عندكم فيسبوك علاش لا، خليكم فيديو سميتي تهلاو بيس. فولوني في انستغرام نزار شوز.